السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم مقطعنا راح نتكلم عن تسريبات جديدة نزلت بخصوص السيزون الثالث. طبعا قبل بداية مقطعنا لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ويلا نبدأ مقطعنا. طبعا شباب، تذكروا الصورة اللي تسربت قبل كم يوم اللي قدامكم؟ نفس الشخص اللي سربها هو مجهول، بحساب مجهول، نزل كمان معلومات عن السيزون الثالث. فهاي المعلومات قدامكم، بحكي لك انه الاخوات هم خونة وراح يخونوا السبعة ويعطوا معلومات سرية او معلومات مهمة الى جماعة الاي او. وبحكي لك انه جهاز الديفايس والجهاز اللي استخدمه مايدس في الحدث راح يكون شكله يختلف عن جهاز الشابتر الثاني، وبحكي انه السبعه راح يفشلوا بالتصدي لجماعه الاي او، يعني راح يخسروا المعركه السبعه، وكمان كاتب انه الجهاز راح يمتص طاقه العاصفه مما سوف يؤدي الى انفجار. الانفجار شو راح يسوي؟ الله اعلم. بعدين بيحكي لك انه راح يطلع مشهد فلاش باك، يعني مشهد من ذكريات دكتور سلون وهي بتحكي مع واحد، بس ما راح يكون من هو الشخص اللي بتتكلم معه، بس هي راح تكون خايفه. اول شيء سرب لنا معلومات عن الحدث، الان راح يسرب لنا معلومات عن السيزون الثالث. بيحكي لك انه جميع المياه في الموسم الثالث راح تكون مختفيه، يعني الجزيره كلها ما فيها مياه، ما فيها بحر. وبحكي لك انه الموسم الثالث راح يكون اسمه دراوت، يعني جفاف، والعاصفه ما راح تكون لونها بنفسجي، العاصفه راح تكون لونها احمر ومايله على الحراره، وراح يرجع الفولكانو اللي هو البركان. بحكي لك انه المنطقه اللي بجانب البركان او حوالينه راح تكون مختلفه بشكل تام، وراح يكون في معنا سكنات لها ستايلات بشكل اللافا. اغلب السكنات الباتل باس راح يكون لها ستايلات بشكل اللافا، وراح يكون معانا سكن كرافت تيبل، يعني يتم اعاده تصنيعه او قابل للتصنيع. الصوره اللي اتسربت قبل فتره كان هذا السكن قدامكم هو السكن اللي بتعدل عليه، فاذا كلامه صح والصوره صح معناته هذا السكن المقصود اللي راح يكون سكن كرافت تيبل. وبحكي انه راح يكون في ووتر سبلايز، راح يكون في دروبات مائيه او فيها مياه راح تهيلك. بعدين في شغله كاتبها مو فاهمها انا، اللي هي سايد جريد والريتورن، الصف الجانبي سوف يعود. شو الصف الجانبي؟ مو فاهم. الأخيرة بحكي لك راح يكون في معانا عناصر جديدة نستهلكها، زي عناصر مثلا التفاح والأشياء القديمة، راح يكون في أشياء جديدة. في شيء اسمه دوريان مو عارف إيش هو، باين أبل اللي هو أناناس، وموتشي كمان مو عارف إيش هو. فهاي المعلومات أول جزء منها كانت عن الحدث تسريبات، وآخر جزء منها كانت عن الموسم الثالث. مو متأكدين إنه الصورة اللي جايبها فيك أو حقيقية، وبرضه مو متأكدين من هاي المعلومات هل هي فيك أو صح، بس انا حبيت اسوي مقطع واتكلم عن هذا الموضوع لانه ممكن يكون كلامه صح. فانتوا اكتبوا لي بالتعليقات هل تتوقعوا الكلام اللي قاله صح او غلط، واكتبوا لنا نظرياتكم وتحرياتكم في التعليقات لاني راح اشوف كل التعليقات. ولا تنسوا انه الحدث راح يكون ب 4/6 اللي هو السبت القادم، والسيزون الثالث راح يكون ب 5/6 اللي هو الاحد القادم. فبس يا شباب، بالنهايه لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وبس ربي يسعدكم مع كل شيء. مع السلامه.